اليوم راح اشرح لكم كل شيء بتحتاجوه عشان تربوا عناق الارض او الوشق المصري او الوشق الافريقي او كراكال او فلوبا. اساميه اختلفت لانه منتشر في كل مكان، وهيك هو مش حيوان مهدد بالانقراض وتربايتك له ما راح تكون بهدف بقاء. فهل قانوني انك تربيه؟ الجواب بكل بساطه نعم بتقدر، ويمكن بعض الولايات ممكن تطلب منك تصريح، وبيحتاج يكون في اسم الدكتور اللي حيشرف عليه وعلى صحته وين حيكون ساكن ومتى مسموح انك تطلعه وايه القصه. منظره هيبه باذانه الاطرافها سودا، لكن سعره بالمتوسط هو 4000 دولار هون في امريكا. هذا عامل عليه عرض، اشتري 2 ب 7500 دولار يا بلاش. اشتريت الكراكال، مبروك عليك وعقبال الاسد. لكن شو حتسوي مع فلوبا؟ راح تشربوا حليبه كانه طفل صغير بيحتوي على الفيتامينات والمعادن، والكميه تتناسب مع عمره وبتزيد كل ما يكبر. حاول دائما انك تحسس على جسمه وانت بتشربه عشان يتعود انه ينلمس وعشان ما يفكر حاله مستقل. لا يا روحي احنا جايبينك نحسس عليك، استغفر الله العظيم. واهم مكان تلمسه هو اصابع رجليه عشان يسهل عليك قص اظافره في المستقبل، وهاي هي اول خطوه لازم تسويها انك تقص اظافره عشان ما يكون في مجال للخطا. فاهمين على بعض صح؟ الوشق الصغير حيجي بفكره انه لازم يكون صديق للكل، فحيحب الكبار وحيحب الصغار وحيتكيف بسرعه على البيت اللي هو فيه، وحيواجه صعوبه لو انتقل على بيت ثاني في المستقبل، فهو بيحتاج وقت عشان يفهم انه هذا بيت. عناق الارض بوصل عمره 20 سنه في الاماكن المغلقه لان بتم الاهتمام فيه وتلبيه طلباته ومنها اكله. القط ما بياكل الا اللحوم، فما تقطع لي سبانخ وما تقطع له بطيخ، اعطيه طيور، ارانب، جرذان، لحم بقر، دجاج، سمك، بيض ني، وحتى ممكن ياكل اكل القطط العاديه. لو كان الاكل مطبوخ فيفضل يكون بدون ملح وبدون بهارات. انا لو علي بعطيه الحيوان حي هو يروح يصيده وياكله. هلا كم معيار الاكل؟ اعطيه 250 جرام لكل 5 كيلو من وزن القط، يعني لو القط وزنه 15 كيلو اعطيه 750 جرام من اللحم الني، يعني 10 دولار لحمه في اليوم، وهذا كله لقطنا الجميل. على فكره هو في الصيف بياكل اقل، والقط الكبير خليه يصوم يوم كل اسبوعين. نصيحتي لك ما تخلي واحد غريب يلعب معه، لان لو عضه وراح المستشفى فهون بيكون في شكوى ضد القط، وحسب القانون هذا القط لازم يتم التخلص منه. فلا تظلم القط وخليك حريص، وصعب جدا انك تلاقي حد يدير باله عليه في حاله غيابك عن البيت الا اذا كان مؤهل، وهذا وجهي اذا بتلاقي حدا. تعرف كيف القطط المنزليه بتتودد وبتقاتل وكيف بتقرب منك وبتبعد ولها حركاتها؟ هذا كله انسى لو حبيت تجيب فلوبا عندك على البيت. القطط اللي مثله وفئته وحجمه فيهم مشكلة غريبة اسمها العدوان النازح، حشرح لكم. القط رح يغضب من شيء انت ما إلك علاقة فيه ورح يعتدي عليك انت ويفش غلو فيك. اعطيكم مثال، سيارة صوتها عالي مرت من قدام البيت، هذا حيولد غضب جوا عقل الوشق وحيجيك يتحاسب معه، وتعال اقنعه انك بريء من هذه التهمة، اتحمله هذه طبيعتهم. هلا بخصوص نومه، يفضل انك تجيب له قفص ينام فيه، ويفضل انك تنيمه برا البيت، وابعاد القفص بتكون متر في متر ونص ومتر ارتفاع، وكل مكان اكبر وكل مكان احسن. هلا افضل شيء ممكن تسويه انك تزرع اشجار كثير ورا بيتك لانه متسلق شاطر، واعمل له مساحة ترابية لانه حفار ماهر. الوشق هو مستعد تماما انه يكون قط منزلي، ما تستغرب لو شفته معصب وحسيت انه متضايق، ما تستغرب لو سمعت اصوات مش مثل باقي القطط، وما تخاف لو كشر عن انيابه، وشوف كيف بتصرف. وهذا الاسلوب المخيف ما هو الا طريقه للتواصل، ما عنده غيرها عشان يحكي لك هو شو بده، فممكن هذا يكون سبب انه احنا نفهمه غلط، لكن فعليا لو كان بيطلع صوت الهس واذانه واقفه فهو سعيد، لكن لو كان بيطلع نفس الصوت واذانه لورا فهو غاضب ومعصب. من الاخر الوشق المصري كائن جميل ورائع، ولو ما كانت عندي سكاي فمش مستبعد اني اربي فلوبا.